بسم الله الرحمن الرحيم. اللي قدامك هو عبارة عن بروبلم رقم 4-1، وهذا البروبلم هنستخدمها في عمل ديمونستريشن على كيفية استخدام الوركشيت في إعداد القوائم المالية الفترية، يعني في نهاية كل فترة. طبعا هذه الوركشيت مرتبطة بكتاب اسمه Accounting Principles اللي هو 9th Edition by Wigand, Kiso and Kimmel، طبعا طبعت 2009. البروبلم هذه بتقول Thomas Magnum began operations as a private investigator، يعني بدأ ماجنوم كعمليات أو نشاطه كمحقق خاص في January 1, 2010. The trail balance columns of the worksheet اللي هي الأعمدة تبعت ميزان مراجعة ورقة العمل لثوماس ماجنوم PI private investigator at March 31 are as follows. هذه كانت في 31/3، هذا ميزان مراجعة. طبعا زي ما بتعرفوا الورشيت تتكون من unadjusted trail balance ميزان مراجعة قبل التسويات، في عنا مجموعة من الادجستمنتس التسويات، في عنا adjusted trail balance ميزان مراجعة بعد التسويات، ثم income statement وbalance sheet. طبعا لما بنطلع هنلاحظ في عنا حسابات ظاهرة في الليدجر اللي هذا الحسابات، وفي عنا حسابات بتظهر بعد عمل الادجستنج انتريز او قيود التسويات. طبعا هو حاططهم هان ليسهل علينا، لكن هم عادة احنا بنفتحهم هذه الحسابات في اسفل الان ادجستد تريل بالانس ميزان مراجعة قبل التسويات. طبعا هو بيقول لي هناك انه ايه، في عنا سبلايز يوزد ديبريشيشن اكسبنس، في عنا مجموعة من حسابات لازم نفتحها اللي هي الحسابات اللي ظاهرة قدامنا. في عنا other data، في بيانات أخرى بتفيدنا كتير في عملية adjusting interest في عمل التسويات الجردية. في عنا supplies on hand طبعا total 380 وهكذا. الآن مطلوب instructions بقول utilize the worksheet above، استخدم القائمة هذه and complete the worksheet، هو يكمل ورقة العمل، قصده ورقة العمل نكملها اللي هو نبين الانكم ستيتمنت والبالانس شيت. طبعا لما نبدا الجزء الاول تعال نشوف كيف نعمل الادجستنج انتري للسبلايز اون هاند. هو ظاهر عندي هان سبلايز في بدايه الفتره كان 1050، واللي تبقى عندي اخر الفتره هو 380. يبقى الفرق هو عباره عن الجزء المستهلك او الاكسبايرد او used supplies. طبعا الادجستنج انتري في الحالة هذه بيكون supplies expense less supplies، فعشان كده حاجة الان حتكون supplies credit account، فباجي اقبل supplies في الجانب الكريدت وبحط الفرق اللي هو الفرق بين اللي كان اول ناقص اللي متبقي اخر. طبعا هذا خاص بالعملية رقم 1. طبعا في المقابل باجي supplies expense في debit side لانه هذا debit account، نفس المبلغ زي ما حكينا في المحاضرة، كل debit adjusting لازم يقابله credit adjusting، وهذا العملية رقم 1. الان العملية رقم 2 بقول لي depreciation per quarter is $1000. طبعا القيد اللي خاص بالادجستنج انتري اللي خاص بالاكويبمنت والفيكس اسيت بشكل عام هو انه نعمل قيد ديبريشيشن اكسبنس للاكيوميليتد ديبريشيشن. طبعا الديبريشيشن اكسبنس هو عبارة عن ديبت اكاونت، عشان كده هنقول الالف اقبال الديبريشيشن اكسبنس، هذه العملية رقم 2. وفي المقابل حيكون في عنا
اللي هو الاكيوميليتد ديبريشيشن، العملية رقم 2. العملية رقم 3 بيقول لي انت accrued on 6 month note payable issued January 1st، في ان فائدة مستحقة على ورقة دفع اصدرت في 1/1، قيمة الفائدة هي عبارة عن $300. قيد التسوية تبعنا هو interest expense لل interest payable، عشان كده حاجية interest expense debit بالمبلغ هذا، وطبعا هذا بياخذ العملية رقم 3، هيكون عندنا يساوي 300. طبعا هذا هيكون 3. العملية التالتة interest payable لكريدت اكاونت، هناخد 300 ونحط هنا 3، عملية رقم 3. بقول لي insurance expires at the rate of 200 per month. طبعا احنا عندنا 3 شهور لانه بنعد ريبورتس كوارترلي ريبورت، عشان كده كنا نعمل ديبت بالانشورنس اكسبنس وكريديت اللي هو البري بيد انشورنس، فعشان كده البري بيد انشورنس هتكون هنا كريديت بمبلغ 200 مضروب في 3 شهور، لانه عندي هنا اكسبيريشن ريت هو عبارة عن 200 بير مانث، وانا عندي 3 شهور يضرب في 3، يبقى في عندي 600. طبعا هذه العملية رقم 4. وباجي انا هان في حاجة اسمها insurance expense في الديبت سايد، هو عبارة عن الايش 600 اللي هم 200 في، طبعا هذه العملية رقم 4. العملية رقم 5 بيقول لي service provided but unbilled at March 31st total، هذه عبارة عن خدمات قدمت ولكن لم يتم إرسال فاتورة فيها، يعني نتكلم على earned services، يبقى معناتها في عندي accounts receivable debit بالمبلغ هذا، وهذه العملية رقم 5. و service revenue بيكون لكريدت account هو عبارة برضو عن 530، يبقى هذه عبارة عن earned revenues، هذه عبارة عن ايرادات مكتسبة. طبعا المفروض الان خلص العمليات 5، المفروض الان نجمع، طبعا نعمل auto sum جمع تلقائي، وطبعا نجي هنا ونعمل جمع تلقائي. طبعا زي ما انتم شايفين عندنا الادجستمنتس متساوية، لانه زي ما حكينا كل ديبت ادجستمنتس في قبالها كريدت ادجستمنتس. الان تعال نشوف كيف نعمل ادجستد ترايل بالانس. طبعا ادجستد ترايل بالانس هو ميزان مراجعة قبل التسوية اللي هي ان ادجستد بالانس زائد الادجستمنتس، وزي ما حكينا كل ديبت مع ديبت بيزيد وكريدت مع كريدت بيزيد، ديبت مع كريدت او كريدت مع ديبت بكل. تعال نشوف الأرصدة اللي ما تأثرت. طبعا بالنسبة للكاش زي ما هي، بالنسبة للريسيفابلز طبعا هذا زائد هذا، لأنه هذا زائد هذا ديبت وهذا ديبت. بالنسبة للسبلايز قلت، فعشان كده هذا ناقص هذا. نفس الكلام هذا اللي هو البري بيد انشورنس ناقص هذا. طبعا بالنسبة للإكويبمنت ما تغيرتش، بالنسبة للنوتس بيبل ما تغيرتش، طبعا ممكن كان ننسخ هنا. في عندي انا الدروينج، في دروينج مسحوبات، هذا رصيد مدين ما تغيرتش، ما تنسوش هذه الديبت عشان في خانة الديبت. وفي عندي هنا زادت اللي هي السيرفيس ريفينيو اللي هذه زائد هذه، وفي عندي في الديبت سايد اللي هي السالاريز اكسبنس ما تغيرتش، وممكن احنا كان ننسخ كده. والارصدة
اللي خاصة بحسابات التسوية بتنزل زي ما هي، الديبت ديبت والكريدت كريدت. طبعا هادي كده، وهذا ممكن نجيبه هان، وهذا بينزل في الكريدت سايد. وهذه في الديبت سايد، وهذه في الديبت في الكريدت سايد، وهذه في الكريدت سايد في الديبت سايد. طبعا لو شفنا جمعنا المفروض يكون ان ميزان مراجعة بعد التسويات اللي هو الادجستد تريل بالانس يكون عندنا متوازن. اعمل كده طبعا، وبقى انسحب المعادلة هان، فزي ما انتم شايفين المفروض انه يكون متوازن.